يوتيوبرز المغاربة المجندون لسب وقد في وشتم الجزائر هم المجند ومنهم المضحوك عليه مساكن تضحكوني لأن كلمة ما كتشبه الكلمة كلمة ما في السياق كلمة ما كيعرفوش يركبوا حتى جملة مفيدة مقادة بحال الناس نكون هكا بعدا فعلا الجزائر هي المعرقل الرسمي ديال عجلة 600 في المغرب كرة أنا تلقاني معاك تنسب في الجزائر لا علاقة لها بالأمر وعندما اكتشفت أنا هذا الشيء هذا تحولت من كاره الجزائر إلى عاشقها فقبل ما نتكلم علاش تحولت من كاره الجزائر إلى عاشقها وانا نعطيه أكثر ديال الديتاي بغيت نوجه واحد الكلمة لهذا اليوتيوب المغاربة مجندون وكاين آخرون مساكن لقاو طريفة الخبز تما في سبا الجزائر طريفة الخبز منين عاطيه لهم المخزن عوض ما يعطيهم رزقهم كيتسناهم هما يديروا العيب ويمشيو يظلموا الناس ويسبوا الناس ويرتكبوا جرائم في حق الناس باش الدباب الالكتروني يدير لهم لايك ويكتب ليه العز خويا انا غادي نتسنى المخزن يجي دبابه الالكتروني الموسخ يصفق ليا يضرب ليا الرش بحال شي وحده كتشطح وكيعلقوا ليها الفلوس هكاك تيدير لكم المخزن الذي خزن رزقكم في خزائنه وليس في خزائن الدولة حقي في المعتقد نعتقد اللي بغيت بغيت حقي في حرية التعبير بغيت وبغيت وبغيت هادو كاع ما عمرك خصك تتكلم عليهم بعدا هادو ملي خصك تشلل فمك بالسمن والعسل عاد تتكلم عليهم لأن ناس كتخلص ضرائب من نوع آخر نتيجة قولها كلمة الحق فقط بينما أراك البوز بال اللي مفقرينو ومجوعينو وعلى بلادو مهجرينو ومغربينو وكيدير قناه كيبدا جاء الزائر الهضره الخاويه اللي قلت لك ما عندها لا اساس ولا راس بحال شي واحد واكل القرقوي تيهضر واكل الكينات ديال الدوخه مقام مسكين صافي معذور ولكن اللي ما معذورش هو داك اللي تيدي عليه تعرف بنادم مرفوع ما هوش هنا يتي خلق واش غدير فيه راسك فقلت لك هاد اليوتيوبرز هادو انا كندعي لبعض منهم اللي كان ما عارفش وتسطم ما فيها عيب يخرج ويقول راه ما كنتش عارف وكذا راه حتى واحد ما غيحاسب لانني انا عندي تجربه شخصيه هي اللي قلت غادي نتكلم عليها كيف تحولت من كاره وحاقد على الجزائر الى عاشق على الجزائر وكنت نتكلم عن الجزائر اتكلم عن شعبها العظيم انا دائما كنت وطني مغربي ولكن الوطنيه عندي كانت في واحد السياق ديال عاش المالي الله الوطن المالي والصحراء المغربية ولكن من اكتشفت الحقيقة فما تسمحش لي النفس ديالي لأنها تأنبني وأنبني الضمير إذا كنت عارف الحقيقة وجيت نقول العكس ديالها فأنا باش نرتاح مع راسي باش من نحط راسي على المخدة أو الوسادة ننعس نرتاح كنقول الحق والحق هو الحق يعجب الناس ولا ما يعجبهمش كيبقى الحق لان الا مشينا امام المحاكم والعدالات راه الحق غينتصر اكيد كنت اعتقد فعلا ان الجزائر هي اللي تعرقل التنميه في المغرب وسبانيا وكنت كنقول الا بعدت من هذه الجزائر هذه هي وسبانيا المغرب غيكون بخير وبالف خير لان ما كنتش عارف المشكل الحقيقي وهموني في التعليم وهموني في الجرائد وهموني في التلفاز وهموني في الاذاعه يعني الراديو الحديث مع شخصيات في المغرب يعني اللي انت تبغي تانسبيرا منها استاذ ديالك ولا شي حاجه الا من رحم ربي من الاساتذه اللي وان كاع ما كيبغيوش يقولوا ما خصهم يقولوا خوفا من ان العواقب البركاكه موجودين هذا هو الواحد اللي كان كيقول لهم انا الدين والسياسه ما تهضرش معايا فيهم الدين والسياسه ما تهضرش معايا فيهم كيقول لهم لان المغربي ما مسكين ما صافي ما غير مؤهل باش يهضر في الدين وفي السياسه واخا يكون عنده انا سبعه ديال الدكتورات تهضر معاه في الدين وفي السياسه يتفرفر يحماق صافي كتمشي له لا ريزو كنت كنقول راه تبعد من الجزائر وسبانيا المغرب يبقى بخير ويولي بخير وكذا
لانني كنت كنظن ان المغرب كيخسر ميزانيه كبيره على التسلح وعلى المسائل هذه باش يرجع الصحراء والوحده الترابيه ديالنا. ولان اسبانيا دايره لنا المشكل تسبتهم ليليا حتى هي مسلطه علينا بالقوه لانها فاتت استعمارات المغرب والامبرياليه وديك الهضره كامله. كانت المفاهيم ديالي محدوده الى هذا الحد، ولكن من سوبريت هذا الحد ومشيت بعيد وليت كنشوف الحقيقه، وديك الحقيقه اللي كنشوف كنعاودها للناس لعل وعسى نقضوا الضمائر فقط. ان نقضي الضمائر والانسان عم اكتشفت ان الجزائر ما دايره لينا والو، اسبانيا ما دايره لينا والو، حنا اللي خلينا اسبانيا فين دير لينا، ماشي اسبانيا جات دارت لينا. الجزائر اخويا حنا اللي تنتلصقوا فيها. داك الحقد والطغينه اللي كانت عندي على الجزائر او الجزائريين كتبقى تتطور، انما كيبينوا لكم ما داروا وحنا ما درناش، يعني راه داروا لنا واحد الزيرو وتنبقاو حالفين عليهم. ولكن في الجانب الاخر كاينه الحقيقه، هذا اللي تكلمت عليه الوهم، ولكن الحقيقه شوفوا بعض الجوانب من الحقيقه. حاجه اخرى، انا في البرازيل كنت دوزت واحد الفتره كحله، كان خصني ضروري خدمه تقلب عليها ما لقيتهاش، وكان ما يدير فيا هذا البليزير هذا هما الجزائريين. واحد الجزائري تبارك الله راه سوبرفيزور في واحد الشركه تما هو اللي كان عطاني هاد لوبورتونيتي وعاونني، ومن عاون طراسي وتعاونت رجعت الخير في واحد الجزائري مسكين كان حتى هو يال نشو كان في ساو باولو كانوا وقعوا شي مشاكل ومشى عاش تما وما نعرف، كانت عنده المشاكل الكحله وضربته واحد لا ميزير. فتكر انا واحد الدار جبته سكن معايا فابور ماشي لله في سبيل الله، وانما الجزائريين عاونوني، عاوني هاد السوبرفيزور هذا في خدمه، هذيك الخدمه كليت منها شربت منها وفرت منها في البانكاو، كنا ما عارفينش واصبحنا عارفين. الاغلبيه ديال المغاربه اللي كنعرفهم عنصريين ومتشددين وكذا ولا والجزائر وكذا، كنتحداك ان الاغلبيه ديالهم مشات تعيش في اسبانيا وفرنسا، يعني مشاو تلاقوا اليونان والطاليان وما نعرف فين وتلاقاو مع الجاليه ديال الجزائر. وعندي اوديوات ما تجعلونيش نطلقها تيني باش نحشم بنادم ونسد عليه داك البيبان ديال الهضره الخاويه. عندي اوديوات ديال المغاربه اللي كانوا في الامس القريب كيقول لك لا والجزائر وكذا، اليوم ولاو كيقول لك راه معاشر مع الجزائريين، لان الجزائريين رجال على من عام بغيتي تعاشر في فرنسا هذه مع المغاربه، المغاربه ما يسواوش. صحيح العباره نتقولي هاد الهضره اللي ما كتجينيش غريبه، لان انا عارف. اما كلاما عن الجزائر في مسائل اخرى اللي كيجي يلقب اللوم على الجزائر بالجزائر، واش الجزائر هي اللي صيفطات المغربيه تيديروا الضعاره في الخليج وفي تركيا وفي ايران وفي الكوت ديفوار؟ لا، بل الجزائر بنات شعبهم ما كيديروش هاد الافعال هادي اللي كيديروا المغربيات. بيدوفيليا الاغتصابات كدا ما تكلمنا عنه في الفيديو السابق، ما كنشوفوش بهاد الحده في الجزائر. نتعلموا منهم شي حاجه مزيانه، نستروا هاد بنات بلادنا اللي ولينا مشوهين بهاد القضيه هادي اصاحبي. دابا الافارقه ولات توحل معاها، المغرب يقولوا المغرب يقول لك الطعاره كدا نزلت في كازا درت وفعلت، هادشي هذا كاين، ولكن علاش ما يقولكش دارها في الجزائر؟ كلشي باش هاد المسائل اللي كاينه في الجزائر ما كايناش. بينما كيجي البعض كيقول لك ولا راه الجزائر وكذا وبغات دير وبغات تفعل وبغات تعرق التنميه وبغات تردنا بحالها. كيفاش تردنا بحالها هما ما عندهمش هاد المسائل هادي؟ راه فاقد الشيء لا يعطيه، راه هما ما فيهمش هاد الصفات، راه ما يمكنش يردوك بحالهم. واحد من الخارج كيخبق ديك النهار قال لهم الجزائر راه مشات عند كوبا الكافيره. كوبا الكافيره كانت كتصيفط السكر للجزائر، وفي وسط السكر كانوا كيصيفطوا المدافع والسلاح والجنود. ايه كوبا وفنزويلا دعموا الجزائر في حرب الرمال، ولكن المغرب دعمته فرنسا واسرائيل، دعموك اليهود والمسيح. ان بنادم يهضر على هذه المسائل لان هذه وصمات عار على الشعبين، ولا احملها اكثر للمغاربه وليس للجزائر، لان الجزائر اذا حرب الرمال كانت عاد خارجه من الجحيم الاسود، فهجمها المغرب. هي وصمت عار علينا وعليهم، ولكن العار يميل الينا اكثر منه. واش في 2010 لهنا انا عاقل والمغرب باقي كيأجج في الشعب المغربي ضد الجزائري؟ حشومه عيب وعار. شتي هاد المغاربه هاد اليوتيوبرز هادو اللي في المانيا تشوف ما نعرف فينا دوال، هادو خصهم يدخلوا للمغرب خص يتابعوا. علاش؟ لانهم كيسيئوا الى الشعب الشقيق ديالنا. انا ما كنشوفش عباد الله جزائري ديال قناه في اليوتيوب وكالسي يدم ويسب ويقذف ويشتم في المغاربه، ما كنشوفش.
بينما مغاربه بزاف اصاحبي راه عيبوا على الحشومه كتخاف تولي تقول راه الجزائريين غيولاو حتى هما يكشحنوا ضدنا ويولاو يظنوا ان كاع المغاربه مسكينه من غرفه واحده كاع المغاربه كيف كيف اما كيف كيفش انا من كنشوف هاد الناس هادو انا اول واحد كنخرج ليهم رغم انهم مغاربه لان ما كيقولوش الحق كون كان كيقول الحق نصد فمه ونسكت والعيب والعار لا هضرت